كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر بدأت بالتعافي وتجاوز الأزمات والصدمات، مشيرا إلى أن الدولة لن توقف مشروعات مبادرة حياة كريمة الهادفة لتغيير شكل حياة 60 مليون مصري. اللي احنا مرينا بيه خلال السنين اللي فاتت، خاصة الفترة بتاعت 2011، كان ليها تأثير كبير جدا على كل حاجتنا، وبالتالي انت ابتديت تتعافى، بس انت بترصد شايف ان 9 سنين كتير او 8 سنين كتير في عمر الدول، وتجاوز الازمات اللي انت فيها وتجاوز الصدمات اللي انت خدتها بياخد وقت اكتر من كده. عايز اقول لك لو انت تروح لاي قريه من اللي بيتم فيها شغل حياه كريمه احتاجت صوره، واللي لسه ما جاش مستني دوره، وعشان كده احنا علنا قلنا يا دكتور مصطفى لن نتوقف. ليه؟ لان انا النهارده اهم ان اغير حياه 60 مليون مصري لحياه افضل كتير. اذا انا كان ليا مقاربه اخرى، المقاربه الاعلاميه مهمه، ولكن اذا انا ما نجحتش بادواتي ان انا اوصل بيها لكل المواطنين، فانا عامل شغل على كامل الدوله المصريه. وانا متاكد من اللي انا بقوله، اللي شايف مصر كويس هو اللي حاطط الخطه كلها. وبالتالي طب المواطن يشوف ايه؟ كله في مكانه بقى. انا بعمل حاجه برفع كفاءه مساكن مثلا في منطقه شعبيه، يعني الناس اللي هناك ايه؟ شفقه. وعشان كده البرنامج ضخم جدا جدا، بالمناسبه لا يكافي قدرتنا خالص. ولا يا دكتور مصطفى، والله العظيم اللي بيتأمل فيك يا مصر من عند ربنا ده حلم.